Video number 43, ayat number 231. We are going to start Surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Three letter is full mouth. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. Mim second following ba or mim, this will be humming sound. If followed ba, if first of all, if followed mim, then any other letter we call it Izhar Shafawi. Ya'idukum bih. Wattaqu Allaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in 'alim. Wa idha talaqtumun nisaa'a fabalaghna أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى أزكى not أج not أج not أل okay أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. مد لازم كل ميم سكل مود ليتر فولوينغ تشديد. لا تضاد والدة بولدها ولا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم not أراد because this dal is sakin we have to jump to the ta وإن أردتم أن تستضيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير so empty mouth. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
أحسبوا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. الحمد لله. For today is finished basically like 235. Ayat number finished, 235. Video number is 43. Inshallah Al-Aziz. So today we have done 4 videos. 40, 41, 42 and 43. Jazakumullahu khairukum. Assalamu alaikum.